تخيل معي جزيرة مستقلة بوسط نهر في كوريا، أعلنت استقلالها ولها علمها الخاص وجوازها. وش اللي شطبت الكاميرا دوال؟ تحتاج لها فيزا عشان تزورها، ولكن بنفس الوقت ما تحتاج جوازك ولا تحتاج تقدم على الفيزا. لا لا، وزيدك مش شعر بيت انت وياها. تخيلوا جنرال انعدم زور دفن فيها، وقبل ما تكون جزيرة سياحية كانت منتجة، وكل هذا كوم وانه أشهر مسلسل تاريخي كوري تصور فيها، وهو كان القنبلة الموقوتة للدراما الكورية. عشان كذا لازم نستكشف الجزيرة هذه ونحط بصمة فيها أنا وياكم. تخيلوا هذا الإميجريشن وراي. لذلك أصدقائي صديقاتي، جهز حزامك أنت وياها، لأن دخولنا للجزيرة متسللين على طريق توم كروز. تعال قرب شوي. إيه ادفو شوي ادفو. برد درجة الحرارة 9. أنا أحمد الشمري، صانع محتوى ورحالة من السعودية، مسافر على مدار ال 24 ساعة بشعار كن على ثقة بنفسك وحلمك. وش تنتظر؟ حياك الله وانضم معانا نلف العالم سوا، وخليكم مع المقطع. هي صباح الخير يا ناس، برد موت والله العظيم، ثلجت بكوريا. طب الحين ببدأ أخذ باصات وحركات وقطارات إلين ما أوصل للجزيرة، تبعد عني ساعة ونص تقريبا إلى ساعتين. أنا بروح الباصات اللي هناك. المنطقة اللي ساكن فيها أسطورية، تخيلوا عند الجامعة، فبحكم اني انا موجود عند الجامعه فتحسون المنطقه كذا ما ادري شلون، حركه شباب وناس مره رايقه. هون نسيت اي باص انا. اوكي، المفروض اني انا اركب باص 272 وبعد اروح لمحطه القطار. شوفوا ذاك باصي هناك. بداية خير، طلع المكان غلط اللي جيته. لا تكفر تروح، ما فينا حيل، ركب توني صاحي. لا عيش تنقشر يا ابو حميد بالله، واحد صفر له خليجي ذا. ايوه هذا باص. طبعا مرات الباصات في كوريا لا تتأشر له عشان يوقف، ترى يمشون. يا سيئة. هانت بوصل الحين للمحطة اللي لازم أخذ منها القطار. تحتاج تأخذ القطار هذا عشان توصل إذا تبي تسوي مثلي، يعني تروح عن طريق المواصلات العامة. أوه لحظة، هذا ما أعرف المكان هذا. سميه أروح؟ تقول أبو حميد أخلص علينا، راح الناس توصل الجزيرة. آسف إني شتت يا أخوان، بس إنه أبغى أحط نقطة على المكان هذا، بعرف بحاول أجي أشوف السالفة بعدين. أوه أغلب محلات كذا اللي هنا. الأسعار رخيصة شكلها. يا زينة يا أخي، ما شاء الله عليهم، كبار بالعمر ومع ذلك يشتغلون، فاتحين محلات. هذه المحطة وصلت لها، الحين لازم اروح اركب قطار الاي تي اكس. طبعا تقدر تريح راسك انك انت تحجز الرحله هذه عن طريق واحد من التطبيقات مثل كلوك، وتريح راسك من ناحيه المواصلات. بس اذا انت شخص مثلي تحب تروح بنفسك، منها انت تستكشف ومنها توفر فلوس وتاخذ راحتك من ناحيه الوقت. اوكي الحين شلون ناخذ التيكت؟ ترى جد انا اوصل مرحله انه اوكي عارف المسار، بس ما ادري كيف اخذ التيكت وكذا، اروح احوس عنده واجرب. هذا هو، شو مكتوب قطارات الاي تي اكس. اني هازيو شريته، كلفتني 5700 ون. يا اخي غريب الموضوع، شمس ولكن برد موت. يا ناس شوفوا، هذا اكثر شيء متحمس له، بدا موسم الخريف. فتخيل كذا على نص الخريف ونكون هناك موجودين، وصلنا الطبيعة، طبيعة كوريا، يعني المناظر عالم ثاني. أول ما توصل من هناك المحطة تجي هنا على طول، تقطع الشارع، هذا الباص اللي راح يوديك. إذا تبغى باص طبعا الباص أرخص، أما إذا أنت غني تفضل روح مع التكاسل هناك. والله يا مضبطين المكان، المكان أسطوري والله. من هنا تجي تاخذ العبار أو بتسوي الشيء اللي أنا بوريكم إياه الحين، هذا أكثر شيء أنا متحمس له. فعليا في كل شيء تحتاجه هنا.
وأعتقد داخل الجزيرة تنامي في مطاعم برضو، فنبي نروح نشوف هناك نستكشفها. طبعا الطريق الرئيسي انك انت تروح للجزيرة عن طريق السفينة العبارة اللي هنا. بالنسبة للفيزا اول ما توصل هنا نامي ايلاند اميجريشن، توصل الاميجريشن زحمة حركتهم عجبتني مرة، ومن هنا تاخذ الفيزا. طبعا الفيزا ما تحتاج لها تقديم ولا شيء، التيكت حقتك هي الفيزا، تدفع الرسوم فقط ويعطونك الورقة اللي هي التيكت اللي هي الفيزا وتدخل. ولكن عشان تستمتع بالحياة دائما لا تمشي ورا التيار، نبي نروح بالزبلاين. يا ناس على ما يجي دوري بالله نشوف المنظر كيف. لحظة لحظة شوف. Thank you. جايينك يا جزيرة. شكل الشجر كيف؟ عيوني دمعت والله. ثلج برد يا ناس، ثلج وجهي. الو ثانك يو كم سميدة. وبكذا اقدر اقول لكم سجلنا دخول يا ناس، قعدت ادمع من قوه البرد. تخيلوا باخر جزئيه ترى طفت الجوبرو من قوه البرد، انخرعت طفت البطاريه فجاه ورجعت شغلتها على طول. يا ناس والله العظيم تسجيل دخول اسطوري، كذا تقدر تجي الجزيره. وبسم الله على بركه الله اصدقائي صديقاتي نبدا نستكشف الجزيره. يا سلام يا سلام. ويلكم تو نامينارا ريبوبليك تون. طبعا احنا الحين هناك ان شاء الله الخريطه واضحه لكم، وهذا الجزيره كلها نبدا نحوس فيها، نبي نروح للمنتصف ونكمل على طريقنا ونشوف وين تودينا الحياه. والله يا هي فعلا جزيره سياح. يو شوف المنظر كيف. اتوقع هذا واحد من المشاهد اللي كانت بالفيلم، اعتقد ماني عارف والله انا ما شفته بصراحه، وفعليا انا ما عرفته الا لما بحثت على الجزيره. يا ناس تكفون يا ناس، والله العظيم من اكثر الاشياء اللي انا مره متحمس لها في مكان انا مخبيه الى الان ما رحت له، انتظر فعلا خلاص نكون حنا دخلنا في موسم الخريف. تخيلوا مكان كله شجر، ولما تجي بوسطه كذا وتشوف الورق يتساقط وموسم خريف، عالم ثاني. السلام قاعد هاي. اصلا شوف شلون كذا الشجر بدا يلون هناك. حولك طبيعه، اشجار كذا بدات تلون يعني نفس هذه القداوي، ونسمه هواء بارده تضرب فيك لانه في حولك شجر فيغطي قوه البرود. اسمع الله. عموما قبل ما نبدا نستكشف خلوني اقول لكم جزء من القصه. اسهر قلبي المنظر. الزبده كثير من السياح يجون جزيره نامي ايلاند، ولكن مو كلهم يعرفون قصته، وانا وياكم طريقتنا بالترحال مختلفة، ما نروح مكان كذا مدربين راسنا بدون ما نعرف قصته، لذلك خلوني اعلمكم قصة الجزيرة هذه وش سبب شهرتها. يا ناس بلا شوف المنظر كيف. عموما جزيرة نامي او نامي سوم هي جزيرة صغيرة على شكل نصف قمر، ولو تسألني كيف تشكلت بالشكل هذا بسبب قوة المياه المندفعة لها من نهر هان، طبعا بعد ما بنوا سد تشيونغ بونغ بسنة 1944، وسبب تسمية الجزيرة بهذا الاسم بناء على الجنرال نامي واللي مات بعمر 28 سنة بعد ما اتهم زورا، طبعا اتهم بعهد الملك سيجو وهو يعتبر الملك السابع من سلالة جوسون. طيب وبالنسبة للجنرال، طبعا كان الجنرال نامي قائد عظيم وله انتصارات عديدة، طبعا كان مرة ممتاز بفنون القتال والدفاع عن النفس، ونفس الملك سيجو كان مره يفضل عن جميع قاداته. ما ادري ليش في دبابه هنا. والسلام حقيقيه ذي. اتوقع انه على اساس انه يعني هم دوله مستقله فانا اشوفه انه عنده جيش ودبابه وحركات كذا. ايه في ارنب تحت الدبابه. طيب
ولكن لو تسألني وش اللي صار طيب يا أبو حميد، بعد ما توفى الملك سيجو بنفس السنة استلم لوده ييجونغ الحكم، وكان ما يحب الجنرال نامي ولا يطيقه، فعليا يعامله بكل برود. فكان هذا الباب الجنرال اسمه يوجا، طبعا الجنرال هذا يكره نامي بشكل ما تتصورونه. فبدأ وش يسوي؟ يطلع إشاعات عن الجنرال نامي انه يحاول يطيح بالعرش ومن يعرف ايش، ويبي يسوي انقلاب. فوقتها امر الملك باعتقال نامي واعدموه قريب من نهر هان. ومن وقتها صار الجنرال نامي بطل وشخصية مرة مشهورة في القصص الشعبية الكورية. هذا متعلق بالشر. وطبعا جثته اندفنت هنا في جزيرة نامي، وين بالضبط ما حد عارف، ولكن كانوا يحصلون مثل كومة احجار وقالوا انه هو دفن في هذا المكان. من وقتها بدأت تطلع اعتقادات انه اللي ياخذ واحدة من الحجر تصيبه لعنة هو عائلته ومن يعرف ايش. فالشركة المطورة لهذا المكان راحت ودفنته كله. وهنا يجي السؤال، طيب ابو حميد كيف الجزيرة هذه اشتهرت، وهل فعلا بسبب مسلسل كوري، وكيف صارت دولة مستقلة؟ بعلمكم ونكمل قصتنا، ولكن خلونا نكمل نستكشف اول. تشوفون في فندق هنا يا اخو، الله العظيم يا ناس انه الجزيره اسطوريه، في كل مكان شيء يفتح النفس، في كل زاويه لازم توقف وتصور. انا عاجبني هذا الطريق بشكل ما تتصورونه. شو يا زلرا، شو هرب. لحظة، وش المكان اللي على اليسار؟ قاعد اشوف في مكان على اليسار واسمع صوت اغاني، وش هذا؟ اوكي هنا قطار يمر. يا عمري يا ناس، وش المكان، وش الجزيرة هذه، والله العظيم انها تفتح النفس. والله معلومة مشهورة للسياح، تشوفون تدرون وش الشعور الحين، ابيكم تتخيلون معي. ممتاز، الحين درجة الحرارة عندي 14 أو 13، ممتاز، في شمس فتحس بدفى بس بنفس الوقت في براد كذا، والهواء صاير لطيف بأمانة. تشوفون كيف؟ مو أنا محتار، ما أدري هل نكمل بالطريق هذا ولا نكمل بالطريق هذا، فبس أعتقد بنروح من هنا. أو لا اسمع لحظة، أوه لا ما أسمع مشينا من هنا. في هنا كذا مثل الجسر، في هنا مثل الجسر هذا شد نظري وانا باليسار الجهه هذيك، كنت اشوف شلون اسمع صوت مويه يمين. يا اخي ما شاء الله، حلو والله. قاعد اقول وش ذا الاخضر هذا، شوفوا شكله مره رايق الشكل مره، حاطين لك كذا مثل القزاز، عرفتوا علب القزاز مزينينه كذا بديكور. اللي انا محتار فيه انه انا ماني عارف وين اروح، شوفوا بالله نظر عشان تفهمون حيرتي، في يسار وفي يمين، بس اعتقد الناس اكثر يمينا، ما احب اروح مع الناس بامانه، احب اعكس الدنيا، بس خلينا نشوف يمكن حاطين الاشياء الرئيسيه هنا يمين. اوكي شو جيت يمين. حلو والله، يعني هذه ورود وحركات، عرفت؟ شغل النور رهيبة. يا ناس نروح يمين ولا يسار؟ توهقت. شوف خل نروح عند الفيل اللي هناك. الحلو بالجزيرة لو لاحظت وانت تمشى في اشياء كثير تجذب عينك، يعني ما تحس انه بس خلاص ممشى كذا بس شجر، يعني شوف حاطين لك فيل هناك ورا قبل شوي الجسر. يا اخي على الطلعه هذه تحس انك رايح تقابل تلي تبيز سلامات. شو شكله؟ عمري الشيبان مبسوطين هنا. شو شكل كيف هناك؟ لحظه بشوف وش فيه تحت هنا. اي والله اني توقعت. اي ها اقول لكم مره يهتمون بالتفاصيل، شو ايش حاطين تحت هنا؟ يا عمري جيب لنا فوق. وش عاد خلينا نموت ولا ايش السالفة؟ ها؟ شفتوا اني لقافتي زينة ذاك اليوم تكتبوا لكم انت، يا ملقوف انتبه، ركز بشيء واحد شتت انا معك، شوفوا حصلنا مكان جديد، يعني وش تدخل من هنا؟ وترجع تطلع من هنا. طبعا في اسلاك داخل، انتبه لا ينشب راسك.
سنجاب. زينة يا صغرة والله مرة صغير. وش ذا المقاس ولادي ذا؟ تعال تعال. وش انقلت صوت سنجاب؟ اوه الحين حاجة. شوف ايش اللي نابح هذا عندي. يا اخوي وش ذا الجزيرة اللي كل مكان حلو يتصور فيه؟ طيب كيف اشتهرت جزيرة نامي؟ بسبب مسلسل اتوقع كثير منكم يعرفونه، بالذات الناس اللي يحبون الدراما الكورية. انا والله بأمانة ما تابعته. عموما اسم المسلسل اغاني الشتاء، عرضه بسنة 2002، وفعليا هذا المسلسل كان هو القنبلة اللي شهرت الدراما الكورية. اول شيء شهرته في اسيا، وبعدها شهرته في كل انحاء العالم. وبسبب هذا المسلسل صارت تستقطب الجزيرة هذه ملايين، لانه صوروه في هنا في هذا المكان. فتخيلوا ملايين يجون بس عشان يشوفون بعض المشاهد واللقطات اللي تصورت في الجزيرة. هذا المسلسل تشوفون، هذا هو. يا الله يا المنظر، يا الله. لحظة 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 دقيقة أسلم، وش اللي طن هذا؟ شوف بالشكل يسار كيف؟ تمام؟ وشوف شلون شكل الشجر كذا قدام. يا ناس شوفوا المكان. شوف كيف الشجر هناك لونه أصفر 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 فاتع بعد. والله العظيم يا ناس أول مرة أوصل المكان مهتمين بتفاصيله من ناحية الطبيعة، إنه فعلا كل زاوية مدروسة. ما لومهم مليون ونص ساعة في السنة. شوف شوف لحظة خليني أخذكم الشجرة هناك يا حبيبي. قاعد أشوف في طريق من هناك. طبعا أنا كنت أحسب الجزيرة صغيرة، هي تعتبر صغيرة بس بنفس الوقت أشوفها مرة كبيرة. والله في أكثر من طريق، في بالمنتصف وفي من الجهة هذيك وفي برضو من الجهة هذه، وكل طريق حاطين لك أشياء غير عن الطريق اللي جنبه يعني. فأنا بنروح من هنا نشوف شو السالفة. كان أسمع صوت بط. أي والله يا زين هو. يا أخي السناجب اللي هنا والله زاحفين يشطفونك كذا بالأرض ومركضون. أول مرة أشوف سنجاب يركض جنبي، ما يطلعون فوق شجر، كلهم يركضون على الشارع. يا أخي شلون بدأت الحين الورق كذا يتساقط؟ هذا أحلى شيء موسم الخريف. شفتوا؟ أقول لكم والله العظيم كل طريق عالم ثاني. شو المكان هذا؟ هذا مرة أسطوري. شوفوا هنا في محلات، هنا تشوفون؟ حلو حاطين هنا حتى في النص ألعاب أطفال، يعني إذا معك أطفالك ولا. شوف السياح اللي فوق هناك يا ناس، والله فيها فعاليات كثير. مالهم السياح كلهم يجونها، يعني مو بس جزيرة تجي هنا وتجيب فرشة معك وتنسدح. هذا وش اللي هنا؟ هنا في تأجير سياكل وما سياكل. أو هذه الأسعار هنا، هذه الأسعار. هو تخيلوا في هناك كذا مثل مربع بوسط موية وزهور وحركات، وفي جنبه محلات، ولسه لو حتى لو كملنا قدام لسه في محلات. شو هذا اللي اقول لكم عنه على اليمين؟ بس دقيقه وش اللاين اللي هناك؟ اوكي حلا. شوفوا هذا المكان اللي انا اقصده، تشوفون بالوسط. اوكي انت بتشتري يعني مثل سوفينيرز وحركات. تخيل المنطقة هذه كلها مطاعم ومحلات، يعني يمديك تتمشى وتجرب اللي تبغاه هنا.
مطعم حلال. اوكي في مطاعم حلال، شوفون حلال ريستورانت، يعني حتى مطاعم حلال فيه. واسمعوا، سألت قبل شوي موظفة هناك، كنت أسأله عن موضوع أنه يعني للمسلمين وكذا، يقول الجزيرة هذه فريندلي للمسلمين، يعني حتى بعض المحلات هناك مو حاطين علامة حلال، ولكن لما تسألهم يقول لك إيه هذه الأطباق كمسلم تقدر تأكلها، ما فيها دجاج وما فيها أشياء يعني. يس قسما بالله خلوا انه مطاعم وكذا، التصاميم لحالها عالم ثاني. انا ترى والله منصدم وخاق بشكل ما تصورونه. انا احاول ترى الاماكن اللي اوصلها ما اشوف لها صور، احاول افهم القصه وكذا، بس ابعد عن الصور والمقاطع الفيديو عشان وشو فعلا اجي واستكشفه معاكم وانصدم بنفس الوقت. مره رايق. هذا مو حلال يا اخوي، هذا ذره بالكحول. طيب كيف الجزيرة هذه قلبت دولة مستقلة؟ اسمعوا القصة الغريبة. بسنة 1965 شخص اسمه مين بيونغ دو شرى الجزيرة هذه وكولى شركة سياحية، وبدأ عاد وشو يضبطها ويشجرها ويضبط أمور الجزيرة وقلبها منتجع. تخيل الجزيرة هذه قبل كانت منتجع، وبعدها مرت السنين وبسنة 2000 تحديدا غير اسم الجزيرة إلى ناميسوم. ومن بعد عاد قلت لكم اللي موضوع شهرة المسلسل وضربت، وصارت الجزيرة هذه تستقطب تقريبا بالسنة 1.5 مليون سائح، شيء مرة كبير. فوش اللي سواه؟ فب 2006 أعلنت ناميسوم استقلالها كجمهورية نامينارا، وصارت يعني فعليا دولة مستقلة لها حكمها الذاتي، عندها طوابع وعملة ونشيد وعلم، وكل هذا تلبية لروح الجنرال نامي. ولكن الحلو في الموضوع بحكم أنها هي داخل نهر كوريا وكذا، تتبع النظام الكوري بشكل عام والعملة كل شيء هنا، ولكن هذه الفكرة يعني. ولكن أنت كسائح لما تجي راح تستخدم العملة الكورية هنا، الفيزا هي نفسها، التيكت اللي أول ما دخلت بالبوابة هي نفسها، ولكن هذه الفكرة والقصة الجزيرة بشكل عام. ولكن من أحد الأشياء التاريخية اللي ضروري تعرفونها إنه كان في اعتقاد وقصة أسطورية إنه، ويقولون شبه حقيقية حتى، إنه النمل هو كان حارس الجزيرة هذه. تخيل، فكان أي أحد يدخل الجزيرة هذه يبدأ النمل يهاجمه وكذا، وكانوا يقولون في ناس يشافوا النمل لابس دروع. خلاص يا أخوي خلصنا قصص، وش تنتظرون؟ خلاص هكمل نستكشف الجزيرة. والحين طالعين من الجزيرة. إذا جيتوا هنا خلاص هذه نقطة المغادرة، حطي لكم كافي وحركات حلوة هناك، ومن هنا تجي وتركب العبارة وتروح. سواء جيت من العبارة أو أنك جيت مثلي عن طريق الحبل، هي نفس الفكرة، تجي هنا وتروح بالعبارة هذه. هذه العبارة طبعا المفروض أنك على طول تطلع وتركب بالعبارة، ما يحتاج تكلم أحد ولا تسوي شيء، لأنه عندهم أكثر من عبارة تأخذك وترجعك لل يعني المنطقة اللي هناك. تكفون أبي وقف قدام. رحنا قدام. أذكي هذول جايين بدري. يا الله المنظر. من هناك أنا إياكم جينا بالحبل هذا، تشوفونه كذا ودرعمنا. والله إني خايف أطيح الكاميرا، أما لو تطيحون. بعد ما تجمعنا وتعرفنا على بعض وصلنا فوق 200,000، أخليني مغرقكم هنا. الزبدة سويناها ووصلنا لمكان جديد في كوريا. والله العظيم شوفوا يا ناس، المكان يستاهل إنك أنت تجي وتتعنى عشانه، مع إنه ترى تقريبا ساعة وشي في القطار، ما هو ذاك البعيد مرة عن مدينة سول، بس والله يستاهل. كل الجبال والبراد، انا جيت بوقت يا ربي لك الحمد، محظوظ الحمد لله جيت بوقت براد. ما ادري عاد شو الوضع اذا جيت هنا بشمس ومحطتك هنا، ما ادري. ربب حركنا يا ايش تنقشره. انا حسب لي رايح قدام، طلعت رايح اخر شيء ورا، طلعت هناك مقدمه السفينه. والله بالفاوة. يا ناس والله العظيم ان الحياه مره حلوه، مره حلوه. التفاصيل الصغيرة في الحياة تبسطك وتسعدك، صدقني ما تحتاج الكماليات، ما تحتاج إنه يكون معك فلوس وما أدري، الحياة البسيطة. شوف شلون شكل البيوت هناك. أوه، أصدقائنا بالسفينة الثانية.
تدرون لو انهم يابانيين كلهم يسوون كذا. اليابانيين عندهم الثقافه هذه، في اي مكان كلهم يلوحون لبعض. روقان على الاخر. يا الهواء نظيف. ايوه وصلنا. وكذا رجعنا لكوريا الحمد لله على السلامة. إلى هنا وصلنا نهاية المقطع، أتمنى والله من كل قلبي المقطع عجبكم ونال عرضاكم. حاولت أنه حنا نوصل لمكان جديد في كوريا، جزيرة نامي مرة مشهورة وكثير من السياح يجونها ولكن مو كثير يعرفون قصتها، فحبيت أن نعرف قصتها ونستكشفها مع بعض. فلا تقصرون معي باللايك والدعم وأهم شيء الاشتراك، حياكم ضم معنا عشان نلف العالم سوا. نشوفكم إن شاء الله في المقطع الجاي، فمان الله.